السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه لهذا الفيديو غيكون اول ظهور ليا في القناه، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. وبالنسبه اليوم غتمشيو معايا ان شاء الله، غادي ناخذ السلعه اللي خاصاني باش نخدموا الفيديوهات الماجين ان شاء الله. غنمشيو للقصريه ديال الطونسيل ولي زيستراس. بالنسبه لليوم السبت ما عرفتش واش غادي يكونوا حالين ولا لا، المهم حنا غادي نمشيو نشوفوا. انتم معايا كما كتشوفوا البنات، انا وصلت دابا عند مالين الطونسيل. لقيت بزاف ديال لي موتيف زوينين ديال الجيلاتين، وغنصور لكم منهم شي حاجه. دوك الموتيفات ديال الجيلاتين، وغادي نخدم معكم حتى شي حاجه هنايا في الدار. بالنسبه لهنايا ديت معايا هاد الزيف، هذا الزيوفه ديال تركيا، هذا ديال واحد الجلابه عندي مخيطه خياطه عاديه سامبل. انا بغيت ندخل ليها شي حاجه ديال الحجر والعقيق، شي حاجه بحال هكا، شي زواقه، لان مخدومه اللون في اللون بحال غوز بيبي سامبل، لون في اللون. انا بغيت ندخل ليها شي حاجه، شي موتيف ولا شي حاجه. هادشي الصراحه باش زوينه نخدموا الجلابه لون في اللون. خديت الشال ديالها، غنلعب على دوك اللوينات اللي في الشال، هما اللي غناخد ليهم العقيق ديالهم باش تجي هكا اللبسه اسورتي، يعني الجلابه اللون في اللون، والفولار هو اللي فيه دوك اللوينات. غناخذ عليهم غناخذ هذوك الحجيرات الصغار، وغادي نصوب واحد الشكيلات زوينين. المهم غنشارك معكم حتى دوك في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، غنخدموا اشكال بتلبس بالجيلاتين. كما كتشوفوا هنايا كاين هاد ليزيستراس، هذا عقلوا عليه شنو غادي نخدم به. غنخدم لكم واحد الشكل زوين بالجيلاتين. المهم الفيديوهات الماجيه ان شاء الله غادي يكون فيها بزاف الاشكال ديال الجيلاتين، طلبوهم مني البنات وغادي نديرهم ان شاء الله. كاين هاد ليزيستراس، هذا فيه اللي رقيق وكاين فيه هذا اللي كبير. المهم انا غناخذ هذا، داير 5 دراهم المتر. الصراحه هذوك العيبات ديال الجيلاتين، دوك الزواقات لي موتيف واعرين، ولكن دايرين الثمن. اما الا صايبتيها لراسك كتطلع لك ناقصه، بطبيعه الحال كتطلع حتى بنص الثمن، وتقدر تطلع حتى بقل. هذا هو الجيلاتين اللي هضرت لكم عليه، داير 25 درهم المترو. خديت انا نص مترو، هو اللي غنخدم معكم به غتشوفوه. بصراحه غادي نجرب معكم حتى انا نيت الحوايج اللي غادي نديرهم، وغيكون حتى فكره مشروع مربح جدا، لانهم هما اللي كاينين دابا في الاسواق كامله. كاين غير هادشي ديال الجيلاتين، تبارك الله، بزاف العيالات كيخدموا في ديورهم كيجيبوا يبيعوهم لهاد صحاب الطونسيل. كما قلت لكم هادو كيجيبوهم العيالات وكيبيعوهم لصحاب الطونسيل بحال هكا، وبصراحه كيتباع داكشي. هما مالين الطونسيل كيبيعوه بثمن نيت، يعني كاين اللي ب 30 درهم، كاين 50 درهم. ويعني كتشوفوا هاد العقيقات هادو، شنقول لكم شحال دايرين، كاينه من 10 دريال الوحده، 10 دريال، 15 ريال، 16 ريال، 14 درهم، 30 ريال، على حساب كل وحده شحال دايره، درهم ونص، درهم، كل وحده وشحال داير الثمن ديالها، يعني انت غتعرفي شحال غتاخدي. واحد الشكل غادي نصاوبو لكم ان شاء الله، غادي تشوفوه كيتباع، يمكن عطي صوته وصل حتى 100 درهم، وفي الخدمه ديالو ما وصلش كاع 100 درهم. يعني انا غنخدموا معاكم وغادي نحسبوا السلعه كامله وغتشوفوا بشحال جا. المهم نخلي هذا الشيء مفاجاه بلا ما نحرقها ولا قولي حراك. كاين هاد الانواع ديال السيبورات هادو حتى هما. المهم هادو هنا صورت لكم جميع انواع السيبورات، كاينه اللي كيقول على شكل لوزه، كاينه ديك اللي بحال الدمعه، كاينه اللي فيها ليزيستراس الفوق، كاينه اللي ما فيهاش ليزيستراس، كاينه اللي سيبورا، كاينه اللي ما فيهاش سيبورا. سيبورا هي ديك الحديده اللي كتكون تحت العقيقه، هي اللي تحت العقيقه هذيك هي سيبورا. اما هذيك اللي كتكون غير عقيقه بوحدها بحال هذه البيضه اللي كتبان هنا، هذيك ما كتسماش سيبورا. سيبورا هما هادو اللي فيهم الحديده في الجناب، هذا هو الفرق ما بين سيبورا والعقيقه. كما قلت لكم والطريقه ديال التنبات ديال هاد السيبورات غادي نخدمها معكم حتى ان شاء الله. غنخدم معكم هذيك طريقه التنبات ديالو، حيت كاينه في شكل اخر ما كتخدمش عادي بحال العقيق. كما كتشوفوا هنا كاينين الاشكال كاملين بالالوان ديالهم، فيهم كاع الالوان. هنا كتعزلي اللون اللي عجبك، هنا كتقرب لك هاد البلاصه اللون، ومن بعد كتجبدي الكرتونه وكتاخدي داكشي اللي بغيتي، يعني كل شيء متاح. كاينين كاع الاثمنه من الرخيص حتى الغالي،
والاشكال ديالهم كما كتشوفوا كاينه اللي رقيقه واللي عاوتاني عريضه شويه على حسب الزواقه اللي انت باغا تخدمي بها. المهم هادشي كله خديت منه شويه 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 باش غنخدموا ان شاء الله الفيديوهات الماجيين. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم صراحه، ما كرهتش هادشي يعجبكم، وكنظن انه عاجبكم من خلال الكومنتات والتعاليق اللي كيجاوني. كنشكركم بزاف بزاف، شجعتوني، شكرا لكم كاملين. كاينين هاد الشوشات هادو، غنوريكم واحد الشكيه اللي غادي نخدم انا في جلابتي. كما كتشوفوا هنا حطيته فوق هاد الزاجه. ملي كتبغي تاخدي العقيقات ضروري تصاوبي الشكل عنده تما اللي غتاخدي باش تعرفي شحال غادي يقدك ديال العقيق. كما كتشوفوا هاد الشكيل هذا اللي حطيت هنا غادي نديرو، غندير تحت منه واحد الشوشه اللي في هاد الغوز. كما قلت لكم راه جليليبه في الغوز بيبي، ودخلت لهاد الخضيضر هو اللي كاين في الشال والغوزان ديال. المهم انا دخلت هاد الخضيضر واللون الشوشه اللي في الجلابه. غادي نشوفوا هاد الشيء كيفاش غادي يجي. وانتم كما كتشوفوا هنايا غادي نصور لكم كاع دوك لي موتيف اللي كاينين اللي لقيت عنده جداد، كيداروا في الجلاله، في لي كاب، في الحوايج هكا، التريكوات ديال البرد بحال اللي كتجبد شي تريكو قديم عندها وبغات تعاود تستعملو ثاني هذا العام هذا، كتزيد عليه غير شي موتيف من هادو كيطلع غزال الصراحه. ولا بغيتو تصابو حتى راسكم غنحط لكم ان شاء الله فيديوهات فيهم طريقه العمل ديال هاد لي موتيف. المهم اللي عجباتكم قولوا لي في الكومونتير شي موديل هكا او لا اي شكل حطوه ليا، ومن الاحسن تحطوه ليا في جروب الفيسبوك اللي قلت لكم غتدخلوا الفيسبوك وتكتبوا الجديد مع حنان غيطلع لكم الجروب ودخلوا ليه، تما يمكن لينا نتواصلوا اكثر. وتحطوا لي حتى التصاور ديال الشكيلات اللي بغيتو وان شاء الله نطبقوهم في القناه.